محمد إبراهيم اليوم أداء جيد، الفريق متجانس صحيح، إلى الآن فنيا ما وصلنا إلى المرحلة اللي نبيها، ولكن الفوز يطفي كل شيء. اللهم لك الحمد، فوز مهم. أشكر إخواني الرجال بالملعب كانوا، وإن شاء الله توه البداية. إن شاء الله عندنا مباراة البحرين، ننسى الفوز الحين ونركز على المباراة الجاية، وإن شاء الله انتهى الدور قبل النهائي. وإحنا أهم شيء عندنا هدف، اللي عندنا فرحة الكويت، فرحة جمهور الكويت، والجمهور اللي جاي ما يطلع زعلان بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله ما تعود أنهم يزعلون، صارنا فترة نشوفهم زعلانين. خالد إن شاء الله القادم أفضل بإذن الله، توليفة شباب جديدة، مدرب جديد، إدارة جديدة، وإن شاء الله المستقبل قدام أفضل بإذن الله. ليش باللقاءات تحب تنحاش، يعني تغطي راسك وتهج؟ لاعب مميز أنت، قائد بالنص. هم اللي قالوا لا، اليوم فايزين، الكل طلع ويانا. سلطان ألف مبروك، اليوم فرحة ما نعتبرها رسمية ولكن يعني مؤقتة الفرحة هذه، محتاجين منكم أكيد أكثر. مبروك على الفوز. الله يبارك فيك. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، مثل ما أنت شايف يمكن دخلنا أول مباراة ما حالفنا فيها الحظ، خسرنا 3 نقاط، دشينا المباراة هذه مثابة نهائي، يعني نكون أو لا نكون، والحمد لله نفس ما تقول ابتسم لنا الحظ وفزنا. وحب أبارك حق جمهور الكويتي وحق أخوان اللاعبين الجهاز الفني والإداري، وبإذن الله تكمل الفرحة مباراة البحرين بإذن الله. تقدها إن شاء الله المباراة الجاية بإذن الله، محتاج الفريق إن شاء الله التركيز، وبإذن الله نفرح بالتأهل بإذن الله. حبيبي يا غالي فهد، ألف مبروك. ألف مبروك بس هي الكلمة اللي تكفي. الله يبارك فيك، الحمد لله رب العالمين. يمكن اليوم نقول مبروك منتخب الكويت، هذا المنتخب الإمارات. احنا دخلنا المباراة هذه بصراحة كنا حاطين في عيوننا 3 نقاط، مباراة كانت مهمة وصعبة لنا. دائما المباريات في بطولة كأس الخليج تفرق في التفاصيل الصغيرة، يمكن اليوم استحقينا هذا الفوز بصراحة، يمكن قدمنا مباراة كبيرة خصوصا في الشوط الأول، أضعنا أكثر من هدف، لكن الحمد لله توفيق من الله سبحانه وتعالى، يعني أكرمنا في هدف في آخر دقيقة. نقول هاردلك إخواننا في منتخب الإمارات، وقلت لك يا منتخب الكويت حيل كنا محتاجين هذا الفوز كمنتخب كويتي، نخفف الضغط عن اللاعبين حق الجمهور كل شيء. أكيد يمكن منتخب الكويت في الفترة الحالية بصراحة يدمج بين اللاعبين الشباب والخبرة، يمكن طموح جديد من رئاسة اتحاد جديدة، مدرب فني جديد، إدارة جديدة، جهاز فني وإداري على مستوى عالي بيقدم الشيء الكبير للكرة الكويتية. يمكن بوجهة نظر يمكن هذا الفوز يمكن هو يعني نقلة نوعية للكرة الكويتية بالذات في كأس الخليج. يمكن الفوز كان مهم بالنسبة لنا احنا كلاعبين، يمكن اجتمعنا أكثر من مرة قبل مباراة قطر والإمارات، اجتمعنا يعني في كلام دائما يدور بين احنا كلاعبين أنه لازم نقدم شيء، هذا الشيء هو اللي يمكن ينقلنا للنقلة النوعية اللي نحتاج احنا كلاعبين. وبإذن الله يمكن الفوز اليوم صدقني يمكن الجمهور فرح بفوز وليس بطولة، لكن نعودهم إن شاء الله نقدم الأفضل بإذن الله. يا جمالك اليوم أنتو خالد، هذا رد على جميع اللي كان فيه مشاكل، ولكن شفتك صورتكم شحالاتكم دائما أنتو ما دائما يمكن هذا الأمور بصراحة. أنا أعتب بصراحة الإعلام الكويتي بصراحة اللي يتكلم بالصورة هذه يمكن طلعني أنا كفهد الهاجي في صورة سيئة، لكن الحمد لله على كل حال. أنا ما بصراحة ما أهتم بالشغلات هذه، أهتم داخل الملعب. يمكن اليوم يمكن شفنا التعاون الكبير بين أخوي خالد محمد إبراهيم واللي يعتبر كابتن على فهد الهاجي في منتخب الكويت، الأحق والأقدم منه في المنتخب يستاهل هذه الإشارة، وهي عبارة عن كلكم كوابتم بأخلاقكم، يعطيك ألف عافية. أنا ما فتحت الموضوع إلا لأن أقول اليوم هذا دليل صورة رد بس، شكرا رد. يمكن لا بالعكس، خالد يقول أخوي المهم منتخب الكويت ومصلحة منتخب الكويت. 3 نقاط تكفي الرد، 3 نقاط هذه أهم شيء. شكرا.